الله ولو كان شريفا قرشيا حين انزل على نبيه ومصطفاه قرانا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ظهر الحق بالحق واتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته واجرى السحاب انزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب جعل الليل والنهار في الفتن فتذكر اولو الالباب رضينا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما اخرت ولا تأثير ما عجلت لا رد لما قضيت ولا مانع لما اعطيت جعلت مع العسر يسرا ومع الضيق فرجا ومع الصبر نصرا ومع كل شدة مخرجا ايها الاخوة المؤمنون جئنا الى هذا المكان الطيب المبارك لنعزي انفسنا في اب عزيز علينا رحمة الله تعالى عليه وجئنا ايضا لنواصل العائلة الكريمة عائلات آل بقري الموجودة بقصر حافظ المتفرعة في محافظات جمهورية مصر العربية الحاج ابراهيم حسن علي بقري الابن الكريم الحاج ابراهيم ابو هاشم الاستاذ ابراهيم اسماعيل العمدة حاج محمد اسماعيل العمدة معلم السيد ابو هاشم الاستاذ صلاح ابو هاشم وابناء العمومة جميعا يا بنا اخوة الاسلام لنعيش مع الفيوضات الالهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية صوته يدعو كجوي النحل في الخلية ويعطي عطاء الندية وعلم محافظة الغربية مشهور بعلم دولة التلاوة قروان الفجر عميد جامعة القرآن الكريم ملك المقامات واستاذ القراءات علم دولة التلاوة استاذ الدكتور عبد الناصر حرب نجم اتحاد اذاعة القرآن الكريم قارب الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي ادعوه الان الى منصة التلاوة يتلو علينا من ايات الذكر الحكيم فليتفضل مشكورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صوت خلاص. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ويهديهم سنة
بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم صراط الذين وخلق الإنسان
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا إلى عظيما يريد الله أن يخفف تجاوز عن تراضٍ منا
ولا Oh,
إن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم ولا تتمنوا ما فضل الله على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء واسألوا الله my
واسأل الله من Oh,
إن الله كان كل شيء شهيدا. بما الرجال قوامون الرجال قوامون الرجال قوامون بما فضلهم على I love you.
فالصالحات فبعثوا حكما من أهله وحكما
وإن خفتم شقاق بينهما
الذين يبخلون ويأمرون الناس ويكتمون الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح
منك الود فالكل هينه وكل الذي فوق التراب تراب يا من علت له الوجوه في أسرها رهبا وكل الكائنات توحده أنت الإله الواحد الحق الذي له تقر القلوب وتشهده هكذا دعوة الإيمان والإسلام عشنا وتعايشنا مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين أمير النغم وفن تجويد القرآن الكريم المتميز بحسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وفن تجويد القرآن الكريم سيادة الأستاذ الدكتور عبد الناصر عرب على محافظة الأرضية كان معكم من الهندسة الصوتية الإذاعية الإعلامية وعميد الصوتيات المحافظة الشرقية البشمهندس محمد صلاح عبد الله المقيم بقرية عليه مخازن فراش الكبرى والبيضاء الحاج احمد ابو خضر الكبير المقيم بالمنحر قصر الضيافه المتنقل عبر اسير موجات محافظه شرقيه ابو ياسين المقيم بكفر حافظ شاشات الانترنت على الهواء مباشره لتصوير الحفلات الدينيه والمناسبات بشمهندس محمد يسري ابو الليل المقيم الحاج ابراهيم حسن علي بقري الابن الغالي الحاج ابراهيم ابو هاشم الاستاذ ابراهيم اسماعيل العبدة حاج محمد اسماعيل العبدة معلم السيد ابو هاشم الاستاذ صلاح ابو هاشم وابناء العمومة يشكرون كل من وساهم وعزاهم في الاب الغالي رحمة الله تعالى عليه اشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ يوسف صالح نصار المدير العام لمديرية أوقاف الشرقية كما أشكر باسمكم الأستاذ مؤمن صابر والأستاذ عماد علام الذين جاءوا نيابة عن سيادة العميد أحمد بيت فؤاد نظافة عضو مجلس النواب كما أشكر باسمكم الحاج أشرف عاصر الطحاوي وأبناء عمومته الذين جاءوا تشريفا وتكريما لأبناء الراحل الكريم رحمة الله تعالى عليه شكر الله مسعاكم جميعا.